أهلا بكم من جديد. سوق التأمين في مصر من الأسواق الهامة في الاقتصاد، ومع حدوث تخفيض في العملة ومع الأزمات الاقتصادية أحيانا بيكون التأمين أهم للناس. صحيح أنه الناس مبقاش معاها يعني فائض تضعه في التأمين، ولكن على جانب آخر الناس بتفكر أنه التأمين ممكن يعمل لها حماية، سواء التأمين على الحياة، التأمين على الممتلكات، التأمين على السيارات، على المصانع. هنا بيبقى التأمين مهم جدا. الثقافة التأمينية في مصر الحقيقة ثقافة محتاجة تتنمى بشكل أفضل. صحيح مثلا في العربيات احنا عندنا تأمين إجباري وإحنا بنجدد الرخص أو بنطلع أي رخصة، ولكن هل كلنا بنأمن على السيارات؟ هتلاقي ان الإجابة لا. تأمين على الحياة ايضا تأمين مهم، التأمين على الممتلكات تأمين مهم. في العالم كله يعني حتى لما بيحصل إعصار وبيحصل مثلا كوارث طبيعية في تأمين يختص بهذا الأمر. النهاردة هنتكلم على التأمين على السيارات بالذات. والحقيقة التأمين على السيارات كلنا بنواجه مشاكل كتيرة وبنواجه عقبات، خاصة مع ارتفاع أقساط التأمين على السيارات. وأنا هنا بتكلم على التأمين التكميلي، لأن التأمين الإجباري ده موجود مع رخصة العربية. فالتأمين ده بيبقى فيه مشكلات، هتصلح العربية فين؟ طب قطع الغيار زادت، طب أسعار السيارات زادت بشكل كبير. أقل عربية دلوقتي 500,000 جنيه، دي اللي هي العربيات الأصغر عربية والعربيات المستعملة أيضا. هنتكلم مع مجموعة من رؤساء الشركات الكبرى في التأمين عشان نفهم مشاكل الناس دي إزاي ممكن تتحل، وهل هناك ثقافة تأمينية في مصر. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. أستاذ عمر جودة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين. أستاذ علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة GIG للتأمين. والأستاذ خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين. أهلا بيك يا سادة. وهبتدي بيك أستاذ علاء. يعني هل التأمين، هل عندنا أرقام عن التأمين؟ أولا عموما التأمين، وثائق التأمين سواء حياة أو سيارات أو ممتلكات، هل عندنا أرقام؟ حجم الأقساط قصدي حضرتك؟ حجم الأقساط. والحقيقة عندنا طبعا أكيد أرقام. إحنا حجم الأقساط بتاعنا زاد بشكل كبير في الخمس سنين اللي فاتوا، يعني نتكلم من 2017 عندنا زيادة كان حجم الأقساط 22 مليار جنيه، النهاردة وصلنا 56 مليار جنيه. ده في كامل الأقساط، تأمينات الممتلكات، تأمينات الحياة. فدي الحقيقة يعني أرقام، فعندنا زيادة زيادة كبيرة جدا في حجم الأقساط. ومع ذلك احنا، هل ده يعني نتيجة ارتفاع الأسعار، يعني ارتفاع سعر التأمين، ولا نتيجة زيادة عدد المؤمنين؟ لا، والحقيقة أسعار التأمين ما حصلش فيها زيادة. يمكن لا، العربيات حصل يعني، لا هو في فرق بين السعر والقسط. يعني سعر التأمين اللي هو السعر اللي احنا المعدل اللي احنا بناخده على مبلغ التأمين ما حصلش فيه زيادة كبيرة، ويمكن حتى في بعض الأحيان ما كانش فيه زيادة خالص. لكن الأقساط زادت في السيارات مثلا لان مبالغ التامين زادت. النهارده حضرتك كنت بتتكلمي بتقولي ان اقل عربيه ب 500,000 جنيه، ده فعلا دي حقيقه. النهارده مبالغ تامين العربيات حصل فيها زياده كبيره جدا، واعتقد ان الكلام ده مش في مصر بس، ولكن في العالم كله نتيجه التضخم، نتيجه المشاكل اللي حصلت في سلاسل الامدادات في العالم كله. لما بقى لنا سنتين ما كناش بننتج، او العالم كله كان واقف ما بينتجش نتيجه الكوفيد 19، فده خلى في ندره في الانتاج، وده بالتالي الاسعار زادت. الاسعار مبالغ التامين زادت، لما مبالغ التامين زادت اكيد الاقساط بتاعتها هتزيد، رغم ان معدل السعر ما زادش. يعني طب معدل السعر ما زادش. احنا هنا بنتكلم على 22 مليار في 2017. 2017 لا، تكلمني بقى على الاخر رقم. 56 مليار تقريبا. 56 مليار. 56 مليار دي نقدر نقسمها نسبه السيارات ونسبه الحياه ونسبه يعني طبعا اكيد موجوده، كل التوزيع بتاعها موجود. لكن لو خدنا السيارات مثلا، اعتقد السيارات بتمثل يمكن في حدود 6 او 7 مليار من ال 56 دي كحجم اقساط. ده السيارات التكميلي مش الاجباري، اتكلمت في الاول عن السيارات التكميلي، بتمثل تقريبا من 6 ل 7 مليار. هل عندنا عدد، يعني بمعنى عدد وثائق التأمين قد ايه؟ يعني الحقيقه ما بيحضرنيش العدد، اكيد الاحصائيات دي موجوده في اي رقابه ماليه، بتبقى موجوده عندهم احصائيات اكثر دقه من الاتحاد ومن الشركات، اكيد بيبقى عندهم عدد المؤمن عليهم قد ايه. ولكن يمكن في السيارات بالذات لو قلنا نسبه، هي نسبه عاليه يعني كنسبه بالمقارنه بحجم الاقساط عموما للممتلكات بعيد عن الحياه. يعني لو تخيلنا ان حجم اقساط الممتلكات هي 50% والحياه 50%، وده فعلا التقسيمه الصح،
السيارات نسبتها عاليه جدا في التامين، الممتلكات. في الممتلكات بتعتبروها من الممتلكات، ممتلكات تامين بنسميها تامين الممتلكات، فبتعتبروها ممتلكات. فهي حجم النسبه بتاعتها هي نسبه تعتبر عاليه، نتيجه ان اغلب الناس النهارده لما بتشتري عربيات تاخدها بالتقسيط. البنك اللي بيمول او شركه التمويل اللي بتمول بتلزم بتشترط ان لازم يكون عنده وثيقه تامين. مظبوط. استاذ عمر، في مصر للتامين، محفظه مصر للتامين عموما على الممتلكات قد ايه؟ ونسبه السيارات قد ايه؟ هو حضرتك احنا بالنسبه لمصر للتامين السنه اللي فاتت عاملين حوالي 14 مليار جنيه اقساط، وتقريبا دي حصه السوق في حدود 40% من السوق. بالنسبه للسيارات انتوا الحصه الاكبر من السوق؟ احنا الحصه الاكبر من السوق في كل انواع التامين، سواء في الحياه او لا، احنا شركه متخصصه في الممتلكات، وفي الشركه الشقيقه مصر لتامينات الحياه، وهي برضو اكبر شركه لتامينات الحياه في السوق. فنرجع تاني للتامين على الممتلكات، انتوا اكبر حصه، احنا اكبر حصه بنسبه 40%. ولكن السيارات بالنسبه للمحفظه الاجماليه بتاعتنا تقريبا في حدود 15% من محفظتنا، ولكن احنا محفظه السيارات في السوق 30%، وهي برضو اكبر حصه، يعني تقريبا الشركه التاليه لينا 9% من حجم اقساط السيارات في السوق. باقي الحصص، يعني مش الحصص، يعني لو السيارات بنسبه كذا، انتوا الباقي ايه بقى؟ ممتلكات الباقي كل انواع الممتلكات. احنا طبعا شركه مصر للتامين هي الحصه الاكبر في تامينات الحريق، في التامينات الهندسيه، في تامينات البترول، في تامينات الطيران، في تامينات الحوادث المتنوعه، يعني تقريبا في كل هذه الانواع احنا بناخد حصه كبيره، لانه بالمقارنه حضرتك انا لو حصتي بس 30% في السيارات وحصتي الاجماليه 40% على مستوى السوق، ده معناه ان انا بقيت فروع التامين انا باخد فيها حصه او وزن النسبي اكبر شويه من الوزن الطبيعي. هل كده في نمو؟ يعني بالارقام اللي حضرتك بتقول لي فيها نمو قد ايه؟ هو حضرتك احنا السنه دي احنا عاملين 35% نمو، وده تقريبا بنتكلم في 40% من محفظه السوق، هي ما زالت حتى الان بالارقام المعلنه ما زالت تعتبر اكبر نسبه، في بعض الشركات حققت نسب نمو اعلى، ولكن اذا قارنا مصر للتامين ببقيه محفظه السوق هي تعتبر اعلى نسبه نمو، وبنتوقع ان شاء الله مع اعلان نتائج 30/6/23 الكامله للسوق ان شركه مصر للتامين هترتفع حصتها السوقيه كام لسه مش عارفين. هل ده يعني نسبه مساهمه القطاع الخاص والحكومه في بتقسمها قد ايه؟ قد ايه من المحفظه دي قطاع خاص وقد ايه حكومه؟ يعني احنا مصر للتامين يمكن من سنوات طويله بطلنا نقسم هذه التقسيمه، لسبب انه تقريبا ما فيش النهارده بالنسبه لشغلنا في التامين اي نوع من انواع الالزام او الارتباط انه الشركات الحكومه او شركات الدوله او شركات معينه لازم تامن مع شركه مصر للتامين. النهارده كل الشركات بتطرح مناقصه عامه، والتامين بيكون تامين حر وفقا لافضل خدمه وافضل اسعار ممكن الشركات بتقدمها. استاذ خالد، ماذا عن محفظه المهندس للتامين؟ انتوا حصتكم قد ايه في السوق بالنسبه للممتلكات ونسبه العربيات قد ايه؟ احنا الحقيقه حجم الاقساط بتاعتنا زاد السنه دي، وصل لمليار و100 مليون جنيه. عندنا سيارات منه حوالي 32%، ده رقم واحد كنوع تامين. يعني رقم اتنين بيليه الحريق، وبعدين بقيت انواع التامين التانية، التامينات الهندسيه وتامينات الحوادث والتامينات البحري والحاجات دي كلها. ولكن النمو الاكبر كان في السيارات السنه دي، راجع لزي ما اتكلمنا في حاجات كتيره، منها أولها زيادة أسعار السيارات اللي هي القيمة السوقية للسيارة نفسها، فده أدى لزيادة قيمة مبلغ التأمين وبالتالي زيادة القسط وليس زيادة السعر. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، لجوء متوسطي المستوى في السيارات أو السيارات ذات المستوى المتوسط اللي هم بتتراوح ما بين 600,000 لمليون لمليون ونص للتأمين. مليون ونص بقت سيارة متوسطة دلوقتي للأسف. ده الموضوع مرعب، فهو لجأ للتأمين أكتر عن الأول، وده أدى إلى إن فيه ده نتيجة إن هو بيجيبها بالقسط، ونتيجة إن هو فكر إن قطع الغيار بتاعتها لو هو عملها على حسابه التأمين أرخص، وبالتالي هو يدفع التأمين بناء على سعر نسبة 2-3% من سعرها، لكن لو هو جاب قطعة واحدة من العربية فانوس أو مراية هيدفع عدد القسط 3 مرات، وبالتالي هو اقبل على التامين زياده عن الاول. يعني هل انتوا شايفين انه ارتفاع الاسعار خلى الناس تقبل على التامين اكتر،
ولا ايه يعني؟ هو زي ما قلت لحضرتك ولا بسبب الاقساط، موضوع التقسيط وانه لازم البنك يامن وكده؟ هو ليه كذا جانب حضرتك. الاثنين مع بعض يعني، طبعا لو في حاله التقسيط واشتراط البنوك انه يامن، ده جزء مهم. جزء مهم زي ما قال الاستاذ خالد انه مرتبط بانه انا بغطي الخطر بتاعي في مواجهه الاصلاح، قسط التامين ارخص. في جزء تاني كمان انه في مشروعات كتير وحاجات كتيره ساعدت في نمو انواع التامين بشكل عام، مش بس بسبب زياده مبالغ التامين. يعني احنا عندنا خلال الخمس ست سنين اللي فاتت في مشروعات كتير جدا على مستوى الدوله، زي حضرتك جميع المرافق اللي تمت، جميع المصانع والمشروعات الكبيره، المدن الكبيره زي العالمين الجديده وزي العاصمه الاداريه، كل دي مشروعات بيتم التامين عليها، وبالتالي ده بالنسبه لي بيعتبر دخل تامين جديد. يعني انت بتامن على مشروعات زي دي؟ طبعا يا فندم. يعني ايه من المشروعات بتامن عليها؟ كل المشروعات اللي موجوده تحت تشييد، اي مشروع تحت تشييد، يعني المدن الجديده كلها زي ما استاذ عمر قال، كل الانفراستراكشر، مشروعات البنيه التحتيه كلها. لا معلش، بتامن عليها ازاي يعني؟ بتامن عليها وهي تحت التشييد، يعني هي النهارده المقاول عشان بيبتدي يشتغل بيعمل مثلا محطه ميه، محطة صرف صحي، بيعمل مساكن، وهو بيبني هو معرض لحوادث، ممكن المواد دي تتسرق، ممكن تحصل حريقة، ممكن المبنى بعد لما يطلع حصل له حاجة، يحصل له انهيار، لو حصل لا قدر الله زلزال ولا حاجة وحصل انهيار فيه، أي خطر معرض ليه بيتأمن عليه بوثيقة اسمها وثيقة جميع أخطار المقاولين، كل الأخطار المعرض ليها المقاول، بالإضافة إلى مسؤوليته عن الاضرار اللي ممكن تضيف تصيب اطراف اخرى. يعني مثلا نرد عليك، مثلا ركنه عربيه الجنب وهو بيشتغل وحصل حاجه لا قدر الله، هو مسؤول، فاحنا بندفع المسؤوليه دي عنه، فالمسؤوليه تجاه الطرف الثالث اللي هو فالمشروعات الشغاله دي كلها طبعا كلها بتامن عليه، لانه حضرتك النهارده اي مقاول مهما كان حجمه في النهايه هو بيشتغل بفلوس المالك الاصلي. طبعا لو حصل لا قدر الله حاجه للمشروع زي ده وهو ما زال في عهدته قبل تسليمه، مهما كان المقاول، تخيل حضرتك مثلا البرج الايقوني او كل الحاجات اللي ما شاء الله الكبيره اللي موجوده في البلد مش متامن عليها، لو حصل ليها شيء المقاول ده بره الخدمه مباشره، والمالك هيعاني لانه مش هيقدر يكمل مشروعه، التامين بيدخل عشان يدفع ده. احنا السنه اللي فاتت مثلا من كام شهر دافعين تعويض يعتبر الاكبر في سوق التامين المصري، يمكن في تاريخ التامين المصري، 55 مليون دولار. دفعتوه لمين؟ دفعناه لاحد الشركات الخاصه احد عملائنا في قطاع البترول. عملت ايه؟ يعني ايه اللي حصل؟ حصل حادث من الاحداث المغطاه، اللي زي ما قال الاستاذ علاء دلوقتي احنا بنغطي مجموعه كبيره من المخاطر اللي ممكن يتعرض ليها المشروع، زي حريق او زي عطل ماكينات يؤدي لخسائر كبيره. فالحادث ده كان 55 مليون دولار. اي الحادث ده يعني ده مشروع بنيه تحتيه؟ مشروع لا، مشروع شغال، ده كان احد الشركات البترول اللي شغاله فعلا والمهمه جدا، وتعرضت الى خساره، والخساره دي احنا دخلت شركه مصر التامين وعوضتها، وده في الحقيقه كانت مش بس لدور التامين كمان، ده يمكن في الوقت ده يعتبر كمان شهاده لقطاع البنوك المصري. عملت ايه في قصه الدولار بقى ده 55 مليون دولار؟ هو طبعا الحمد لله الدولارات، لانه مصر التامين عندها محفظه قويه وملاءه ماليه قويه، قدرنا ان احنا نوفر الفلوس مباشره ودفعناه، ويمكن دفعنا قبل ما نحصل من معيدين التامين. ودي واحده من الحاجات اللي احنا بنفتخر بيها، انه سوق التامين المصري قادر في وسط هذه الازمات الشديده انه يوفر حمايه وتغطيه، مش بس تغطية ان انا بدفع تعويض، ده انا بدفع تعويض بالعملة الصعبة اللي تخلي العميل يقدر يعوض الخسارة بتاعته كمان مباشرة. هل في تأمينات بتتخذ بالدولارات؟ طبعا. في ايه بقى؟ اغلب العملاء اللي هم المالتي ناشونال، الشركات متعددة الجنسيات، هو الحقيقة المكن بتاعه جايبه بالدولار، فمش عايز يحصل له اي مشكله لو حصل حادثه، مش عايز يتعرض لمشكله الديفالويشن، فهو بيقول لا انا احسن لي امن بالدولار. اغلب الناس اللي هي شغلها بالدولار، يعني الانكم بتاعها بالدولار، زي الفنادق مثلا، فنادق كل الانكم تقريبا اغلب الانكم بتاعها بالدولار، فهو احسن له يامن بالدولار. الناس اللي ممكن بتامن على شحنات بحريه بتصدرها بره او حتى بتستوردها من بره، كل ده جاي بالدولار، فبيامن بالدولار. طب لو كان دفعوا مصر التامين دفعت 55 مليون دولار في حادث واحد، ايه اعلى حاجه دفعتها شركه المهندس؟ والله خليني بس اعقب على ال 55 مليون دولار، ان التامين هنا هو البعد القومي. البعد القومي للتامين ان هو بيحافظ على التشغيل للمؤسسات الكبيره ذات التاثير على الـ على الـ على, الـ على الكيان القومي وعلى المصلحه العامه في البلد. فكون ان شركات التامين بتفي بالتزاماتها في وقت قياسي، فده بعد قومي للتامين وبيبين اهميته. احنا الحقيقه
انا كان عندي كليم في شهر 12 22 48 مليون جنيه لمصنع بيصدر بره مواد محفوظه، والمصنع اتحرق كله وكان السيزون هيروح على عليه، وبالتالي هو بيدخل عمله صعبه، فكان الطبيعي ان انا اكون واقف جنبه. احنا عندنا في المانيوال بتاع التامين احنا لازم ناخد التعويض من معيد التامين ونديه للعميل وكده. لا احنا الحقيقه خدنا بعد قومي اخر، احنا ادينا له داون بيمنت 40% من الخساره عشان يلحق قبل ما الاسعار تزيد عليه في الريكفري، في انه يشغل المصنع وكده ويلحق السيزون في انه يصدر. فادينا له 40% على ما عملنا كوليكشن على ال 100% وخد التعويض بتاعه خلال 3 شهور ورجع اوبريشن في وقت قياسي جدا جدا. طب ده كلام جميل جدا، بقى خلونا نطبقه على العربيات عشان احنا ما بيحصلش معانا كده. يعني ما بيحصلش معانا كده خالص، احنا بنروح شركه التامين فتقول لنا ايه؟ ادفعوا انتوا الاول وبعدين نبقى نرجع لكم ونحاسبك بعدين. بس خلوني الاول اسال على التامين الاجباري. يا استاذ علاء اشرح لنا، اشرح للناس الفرق بين التامين الاجباري، انا اللي بدفع التامين الاجباري ده في المرور بصراحه بستفيد منه ايه؟ اهم حاجه بتستفيد بيها حضرتك انك ماشيه وعارفه انك لا قدر الله خبطتي حد، شركه التامين هتدفع التعويض لاهله لو توفى او لو حصلت له حادثه احنا هنعالجه على حسابنا. هو الحقيقه وثيقه التامين الاجباري هي وثيقه زي ما حضرتك قلتي في الاول كده، اي مواطن رايح بيأمن بيطلع رخصه عربيه وهو بيطلع رخصه عربيه في المرور بيشتري التامين الاجباري. طبعا هو سعره ضئيل جدا جدا، لكن هو التامين الاجباري ده بيبقى في شركه مش شركات. لا هو النهارده الحقيقه كان كده لغايه سنه 2018 وبعدين الحقيقه يعني الهيئه العامه للرقابه الماليه والاتحاد المصري للتامين يعني بقى في حاجه اسمها مجمع طلبنا ان يكون مجمع، والهيئه استجابت الحقيقه للطلب بتاعنا وعملت فعلا قرار بانشاء مجمع التامين الاجباري. ايوه مجمع دلوقتي ده بقى المواطن هي بتضم كل الشركات التامين لحساب كل الشركات. كل الشركات. طب ده بقى المواطن بيستفيد منه ايه؟ هو المواطن زي ما قلت لحضرتك انت بتدفعي المبلغ ده، هي ما بتامنش على العربيه، تامن على الحادثه او مسؤوليتك تجاه الشخص اللي انت ممكن تخبطيه لو لا قدر الله خبط شخص او اكتر، او مثلا شفنا في حوادث كتير جدا ودفعناها اتوبيسات اتقلبت ممكن اتوبيس يتقلب يعني عربيه تخبط ميكروباص ميكروباص معلش بس فكل واحد القصة. كل واحد بيتوفى يعني بعد الشر يعني في بنشوف حوادث كتيره جدا ميكروباصات والكلام ده كله، ما بنسمعش غير عن مثلا سيده وزيره التضامن راحت ادت الناس فلوس وقالت ان هذا من الدوله كذا كذا. احنا بندفع، انا ما سمعتش خالص ان شركات التامين بتدفع لناس ضحايا. لا هقول لحضرتك ان بيحصل تضامنا يعني بالعكس احنا دي اول ما بسمعها. لا هقول لحضرتك اللي بيحصل تعويضات شركات التامين اكبر احنا بندفع اكتر الحقيقه، لان الحقيقه لما تشوف حضرتك التامين الاجباري ده احنا بندفع في مكانين، بندفع المعلوم وبندفع المجهول. بمعنى ايه؟ احنا عندنا الشركات التامين بتدفع عن طريق المجمع زي ما قلنا 2018 ندفع كل التعويضات اللي بتحصل، كل حاجه بتقريه في الجايد او حتى بتقيهوش كل الناس دي، لو حتى وزاره التضامن حادث دفعت في لهم طريق الوحيات اي حادث بيجي اهل المتوفي على المجمع وبيقدموا اعلام الوراثه المفروض خلال 30 يوم. بس لازم معلش هنا بقى مهم جدا، لازم اهل المتوفى يروحوا فين؟ للمجمع، مجمع التامين الاجباري. وعندنا بيجي بيقدم على ان هو حصلت حادثه وادي العربيه اللي ضربته رقمها كذا، بنشوف العربيه دي متامن عليها. طب ما عندوش رقم العربيه. ما هو ده اللي هقول بقى، احنا اللي بيحصل بقى احنا عندنا حاجه اسمها الصندوق الحكومي للسيارات المجهله. الصندوق الحكومي دي الصندوق الحكومي ده شركات تامين برضه هي اللي بتموله، بندفع ما بناخدش اقساط ولكن بندفع التعويضات بتاعته كلها، يعني بندفع تقريبا في السنه من 150 ل 200 مليون جنيه تعويضات للسيارات المجهله، سواء حد خبط حد وجري ما وقفش او عربيه مش متامن عليها، لان في ناس ما بتامنش. طبعا في ناس او واحد مثلا عربيات في انواع عربيات مش مفروض انها تامن يعني مملوكه لبعض الجهات، احنا بندفع كل التعويضات دي. فبندفع طب معلش هنا المتوفى ياخد قد ايه يا استاذ عمر؟ هو وفقا للقانون 40,000 جنيه في حاله الوفاه. فبالتالي طب وفي حالات غير هي دي للوفاه فقط؟ للوفاه لا، والاصابه في حاله الاصابه بياخد تعويض الاصابه او تكاليف العلاج. طب وتعويض الاصابه بيبقى كام؟ على حسب درجه الاصابه. طب بمعنى ان كل الناس اللي يحصل لها حادث مروري او لا قدر الله وفاه او اصابه او عجز او اي او حتى دخل مستشفى يتعالج اتكسر او كده، لازم يروح
مجمع التأمين الإجباري. لا مجمع التأمين الإجباري دي موجودة في موجودة في القاهرة ولها فروع على مستوى الجمهورية، ليها كذا فرع. يروح المجمع التأمين الإجباري ويروح يقول يا جماعة أنا حصلت لي حادثة لازم في محضر مثلا ولا حاجة، بإثبات إنه حصلت له حادثة عشان ياخد تعويض، لأن إحنا كلنا اللي بيعمل تجديد رخصة بندفع هذا التأمين الإجباري، فده حق الناس. أنا بصراحة دايما كنت أسأل هو التأمين الإجباري ده يا جماعة بيروح فين، ولا الناس معلش بقى بتجمعوا كام في، هل في ارقام بتجمعوا كام في السنه؟ بنجمع تقريبا مليار و200 مليون في السنه في التامين الاجباري. بتصرفوا كام بقى؟ بنصرف يمكن اكتر منهم حاجه، بنصرف كتير جدا. حضرتك انا قلت لسه الربع الاخير ده صرف 400 مليون جنيه في ربع واحد، يعني انا قلت لحضرتك اللي هو مش مامن او الناس اللي هي المجهل، احنا بنصرف حوالي 200 مليون في السنه فيه. نرجع تاني لتامين العربيات بقى اللي اسمه التكميل، التامين التكميلي. التكميلي. كيف تاثر هذا التامين بارتفاع الاسعار؟ يعني احنا دلوقتي انا مامنه على عربيتي برقم، جولي بشركه التامين قالت لي يا استاذه لميس دلوقتي العربيات غليت وقطع الغيار غليت نتيجه الديفالويشن وقيمه سوقيه العربيه غليت، تمام. فانت لازم ترفعي قيمه التامين. صحيح. طيب ده ماشي، هدفع. احنا حضرتك في الحالات اللي زي دي في الحقيقه يمكن بنجد بعض الصعوبات في اقناع العميل انه ازاي يزود مبلغ التامين عشان خاطر يواجه القيمه الحقيقيه. احنا هي الفكره من التامين في الاساس انه احنا بنجمع اقساط التامين عشان نواجه منها الحوادث المختلفه. الاساس بتاعنا في حساب قسط التامين هو مبلغ تامين السياره او قيمه السياره، وبالتالي لو السيارة ارتفعت قيمتها يعني معناها ارتفعت حتى تكاليف الإصلاح بتاعتها وتكاليف التعويض بتاعها، وما انعكس ده على قسط التأمين هيخلي انه مبلغ القسط اللي احنا بنجمعه غير كافي، وبالتالي بيعرض شركات التأمين لخسارة. وحضرتك عارفة انه اذا انا كنت اتعرض بسبب ده لخسارة مش هقدر اكمل هذه الخدمة، وبالتالي يجب على العميل ويجب علينا كشركة تأمين ان احنا نعيد حساب مبلغ التأمين مرة تانية يعادل القيمة السوقية. ومع ذلك حتى لو العميل رفع مبلغ التأمين وخلاه زي القيمة السوقية ده ما بيعوضش كل خسائرنا، لأن حضرتك النهاردة قطع يعني إذا كانت السيارة وهي بحالتها الجديدة مثلا ارتفعت ثمنها من مليون جنيه إلى 3 أو 4 مليون جنيه أو أكتر دلوقتي، قطع الغيار زادت يمكن 10 أضعاف النسبة. صحيح دي. صحيح. وبالتالي مهما أنا رفعت قيمة التأمين وخليته زي قيمة السيارة ما زلت أنا كشركة تأمين بتحمل تضخم اعلى بكتير في قطع الغيار وفي الاصلاح بيعوضوا جزء من اقساط التامين اللي احنا بنجمعها. صحيح. بس مثلا استاذ خالد يعني انا اشتريت العربيه اول السنه في يناير، جت بقى حصل مليون ديفالويشن عدت عليك، قيمه السوقيه للعربيه زادت، حصل كذا، احنا في كل مره انت هتعلني؟ انت ما بتعلنيش في كل مره وتقول لي ان القيمه السوقيه زادت. لا هو احنا برضو خدنا نهج كده ان احنا بنعمل كل كوارتر او كل 3 شهور بنعمل ريفيو على مبالغ كل ربع على اسعار العربيات، نبتدي يعني مجهود مش بنسبه 100% بنكفر كل الناس، ان احنا بننبههم ان عربيتك زادت 10% 20%، خلي بالك في الحاله دي انت يهافت انكريز السم انشورد بتاع العربيه، انت العربيه بتاعتك بقت الضعف، خلينا لازم نكون التامين بتاعك مظبوط. طبعا بيتدخل في كل ده كذا عامل، العامل اللي هو العميل مأمن معايا مباشره او مأمن من خلال وسيط، او انا النهارده بعمل له ثقافه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او رسائل او من هذا القبيل، يعني كل ده ليه عشان نحافظ على خدمتنا ليه ساعه الحادثه. طيب حصل الحوادث بقى، اولا بيقول لي واحد انت ليه هتروحي تصلحي في التوكيل؟ ما تروحي تصلحي بره، التوكيل ده غالي، ما نروح نصلح بره بربع الثمن. دي اول حاجه. تاني حاجه ادفعي وبعدين هندفع لك. فلما ادفع وبعدين تدفع لي بأفاجأ بقى ان انا عندي مثلا انا متفقة على نسبة تحمل كذا، لا ده انا بأفاجأ بقى ان انا لو دفعت مثلا 100,000 جنيه انا باخد في الاخر بلاقي نفسي باخد مثلا 40. ليه يا عم؟ ما انت عندك نسبة تحمل كذا وفي مش عارفة ضرائب كذا وفي ما اعرفش حصل ايه ورحنا ورجعنا. لا الموضوع ده لا انا عمرنا ما بناخد ده غير ان حضرتك ظلمانه كده. هو حضرتك صحيح حضرتك ظلمانه كده. لا والله انا بكلمك على تجربه شخصيه. الممارسات دي فعلا يعني كانت موجوده، ولكن شركات التامين بتحد منها بالتدريج.
جزء من الامر ان احنا بنعمل اتفاقات مع جهات الاصلاح، بحيث ان العميل قبل حتى بدايه الاصلاح بيبقى عارف بالظبط هو هيدفع كام، ويتم الاتفاق على ده عشان خاطر نتجنب انه يتم الاصلاح وبعد كده نقول له انت مش تاخد حقك. ليه ادفع وتدفع لي؟ هو مش المفروض ان انا مامنه فحضرتك ده الاساس روح تدفع عني التامين عني الاصلاح ده؟ ده الاساس، الاساس ان شركه التامين هي بتعمل ده، بتتفق مع التوكيلات، بتتفق مع ورش الاصلاح، بحيث ان العميل لما بيودي السياره وبيتم اصلاحها شركه التامين بتتعهد للتوكيل او لورشه الاصلاح ان احنا اللي هندفع التعويض. ما بيحصلش. لينا اقول لك على حاجه الناحيه العمليه كناحيه عمليه اللي بيحصل بالظبط كالاتي. لا الحقيقه شركات التامين عامله اتفاقات مع ورش الاصلاح والتوكيلات. بعض العملاء بيستريح لمكان معين فبيقول انا مش ال 180 مكان اللي انتم متفقين معاهم دول، انا عندي 101 امين ده انا بحب اشتغل معاه، فانا مش عامل معاه اتفاق. لا انا بكلمك على التوكيلات الرئيسيه، ما بكلمكش على دول كلهم متعاقدين مع شركات تانية. مش حقيقي. هقول لحضرتك بس اللي بيحصل ايه. ادفع وبعدين ادفع لك. لا هقول لحضرتك بقى ايه. انا فاكره والله عايزه افتكر عربيه ابني ده اخدت الفلوس كمان سنه عادي جدا، وبكلمك على شركات محترمه كمان سنه. قلت له يا ده انا نسيت. ما عشان محترمه بقى. هو بص حضرتك هو برضه يعني احنا يعني في الفترة الأخيرة الحقيقة جودنا في الخدمة أكتر بكتير من الأول، لأن إحنا لما بيكون في توكيلات بيبقى في مقايسة، والمقايسة بيتم الموافقة عليها مسبقا. طالما تم الموافقة عليها مسبقا العربية بتتصلح، وبخطاب من شركة التأمين بتطلع العربية. العميل ما يدفعش ماليه خالص إلا الجزء اللي هو بيتحمله وفق شروط الوثيقة، تحمل التوكيل والحاجات دي كلها. طيب لو قلنا النهارده في خصم، الخصم هو سببه اللي إحنا اتكلمنا فيه، هو مبلغ تأمين العربية المتأمن بداية التأمين غير مبلغ تأمين العربية ساعة الحادث. هنا بقى الفرق، هنا الفرق في ايه؟ ان ايوه انا بشيل مبلغ التحمل بتاعي. حلو. وبشيل ايه كمان؟ لأنه مثلا لو عندك 13000 جنيه انت بتديني 6 في الاخر، انا مش بفهم. خليني اقول لحضرتك بالظبط اللي بيحصل. زي ما الاستاذ خالد قال، اللي بيحصل ان بيطلع جواب من شركة التأمين مكتوب فيه سلم العربية للأستاذة لميس وخد منها الآتي، خد منها التحمل لو بالتوكيل في تحملات في التوكيل تقريبا تبقى 10% من قيمه التعويض. بنخصم قيمه استهلاك الاجزاء اللي هي عليها استهلاك. في عليها اجزاء ما عليهاش استهلاك، ودي موجوده في الوثيقه، بس هو مشكله الناس ما بتقراش الوثائق بتاعتها. وبنخصم ما هي الوثائق بتتكتب ازاي؟ بتتكتب باصغر خط في تاريخ البشريه. لا لا ده كان علشان زمان. ده كان زمان علشان انت ما تقراش زي كريدت كارد. دلوقتي واضح جدا. دلوقتي الهيئة الرقابه الماليه يعني اجبرت شركات التامين فعلا لازم تكون الوثيقه مكتوبه بخط كل الناس. والحاجات اللي هي النسبيه والاستهلاك موجوده بخط كمان بارز اكتر وبلون مختلف دلوقتي ولون مختلف عشان الناس تشوفها عشان الناس تشوف. بس هخرج فاصل، انا هخرج فاصل وهنواصل هذا الحوار. لكن تاني اللي انا بقولهم لحضراتكم ده مشاكل الناس بجد. ده حقيقة. مشاكل ان انا بقى مشكلتي الاساسيه ادفع وبعدين هنديك الفلوس. هنديك الفلوس بقى كمان قد ايه؟ 3 أشهر 4 أشهر. يا سلام بقى لو عندك توتال لوس، فاكيد شركه التامين لا قدر الله عملت حادثه كبيره وعندك توتال لوس للعربيه، يعني خلاص عربيه متدمره تماما، شركه التامين هتلف عليك كعب داير عشان تحاول ان تتفادى انها تدفع لك ثمن العربيه. فاصل ونرجع. اهلا بكم من جديد، ونتحدث مره اخرى عن التامين وبالذات التامين على السيارات. وكنا بنتكلم في البريك انه نسبه التامين على السيارات مقارنه بعدد السيارات تعتبر قليله، يعني حوالي كام يا 20%. 20% فقط من السيارات اللي ماشيه على الطرق في مصر مؤمن عليها. وده خطر، رغم ان احنا كنا بنتكلم على مشكلاتنا مع شركات التامين، لكن ده خطر. ليه يا استاذ عمر؟ لانه المشكله الرئيسيه انه الناس يعني في كتير من الاحيان ما بتلجاش للتامين لسببين. السبب الاول ان هي ما عندهاش، شايفه ان قسط التامين غالي وبالتالي مش هتقدر توفره، او السبب الثاني انها شايفه ان قسط التامين ملوش لازمه لانه الحادثه عاده مش هتحصل لهم. وفي الحقيقه في الحالتين دي محتاجه نظره تانية من كل واحد. انا النهارده لو كل ما كنت دخلي مش كافي، كل ما كان احتياجي للتامين اكتر. ليه؟ لان انا لو حصل لا قدر الله وسيله الانتقال بتاعتي جرى لها حاجه وما لقيتش حد يساندني في انها ترجع بسرعه، ده معناه ان انا هدور على يا اما اقترض يا اما ادور على ابيع حاجه، او ان انا الجا ان انا استغني عنها تماما.
فالإنسان المفروض أن دي أول احتياج أنا في تصوري بعد الحاجات الضرورية للحياة، ده المفروض يكون التأمين. والحقيقة أنه كل ما زاد اتجاه الناس للتأمين كل ما قلت المشاكل، بمعنى ان مشاكل بقى اتنين اتخانقوا مثلا خبطوا العربية، عربيتي انا خبطتها فلسه بقى هجيب محضر واروح طبعا. الاسم والنيابة والكلام ده كله، شركة التأمين هنا بتبقى داعم طبعا للمواطن وبتديله حقه يعني. اكيد لو الاتنين خبطوا بعض عندهم تأمين هو مش ما عندوش قلق، مش لازم يروح الاسم، لكن غالبا لو هو الواحد فيهم ما عندوش تأمين بيبتدي يدور انا مين هيدفع لي التعويض. واحنا وثائق التأمين كمان مش بتغطي العربية اللي عملت الحادثة فقط، ولكن بتغطي العربية كمان اللي اتخبطت، بس طبعا في حدود معينة دي بتبقى بيسموها المسؤولية المدنية تجاه سائق السيارة نتيجة انه خبط حد تاني، فبنغطي كمان السيارة التانية، بس طبعا بمبلغ مش كبير، مبلغ مش كبير، مبلغ مش كبير. فهو زي ما الأستاذ عمر قال احنا النهاردة الثقافة هي الأساس بصراحة. طيب وبنحاول بنشتغل عليها، بنشتغل عليها كمان، بنشتغل بكل اتجاهات الحياة. خلونا نعلم الناس ايه افضل اكويجن او افضل معادلة عشان لما يأمن يجي يأمن على عربيته يبقى عارف ان هو شركة التأمين هتدفع له قطع الغيار، هتدفع له الحادثة، هتدفع له ده، وان هو نسبة تحمله تكون اقل شيء. ايه المعادلة يا استاذ؟ اول حاجة انه يكون متأكد ان هو بيأمن على العربية بيأمن بقيمتها الحقيقية، يعني ما يسترخصش في قسط التأمين حد يقول له لا انت أمن بمبلغ تأمين اقل عشان خاطر تدفع قسط اقل. اول خطوه لازم يتاكد ان مبلغ التامين مساوي قيمه العربيه وقت التامين. وانا هعرف قيمه العربيه ايه، انا بشتريها النهارده برقم بكره بتبقى برقم ما حضرتك احنا بنتكلم وقت التامين، يعني النهارده هو ملتزم ان وقت التامين يكون مبلغ التامين ما يدفعش اقل من قيمه العربيه. دي حاجة. اول حاجه. الحاجه الثانيه انه احنا زي ما قلنا من شويه انه بيتم مراجعه دوريه لمبالغ التامين وبننبه العملاء لده، مش بس مراجعة دورية ثابتة، لا ده كمان لو حصل مثلا تعويم أو حصلت ظروف اقتصادية تستدعي ده احنا كمان بننبه العملاء لأنه المفروض انت حاول تزود مبالغ التأمين. النهاردة الثقافة العامة بالنسبة مثلا للسيارات على وجه الخصوص مفيش حد مش عارف قيمة العربية اللي هو بيركبها، وكل الناس بتتابع وبتتابع قيمة العربية النهاردة كام وبكرة كام وهكذا. إذا زادت النسبة عن 10-15% من زيادة عن مبلغ التأمين اللي أنا مأمن بيه المفروض ان انا اروح لشركه التامين وازود مبلغ التامين، لانه دي حاجه اساسيه وضروريه. نسبه التحمل ايه الافضل بقى في موضوع نسب التحمل؟ هو الحقيقه احنا نسب التحمل دايما بتعتمد على موديل السياره، يعني موديل السياره طالما حديث تبقى نسب التحمل تكاد تكون معدومه، لان الخطر بيعتبر خطر جيد في بدايه العربيه لسه. ماذا عن السيارات المستعمله بقى؟ لكن السيارات المستعمله دائما بيبقى عندها يعني بند الاهلاك متوفر فيها، وبالتالي بيبقى في نسبه تحمل عاليه شويه، تتراوح ما بين من 4% ل 5-10% على حسب العميل ما هو عايز يوفر في قصه التامين كام. يعني هو كل ده مرتبط بالتكلفه، كل ما التحمل زاد كل ما التكلفه قلت. بس كمان لأن يعني هي الهدف من التحمل هو ان العميل يتشارك معايا في الخطر، يبقى عنده حرص عن العربيه ما تتخبطش. مبدئيا كده كلنا عندنا حرص ان العربيه ما تتخبطش، محدش فينا بيخبط العربيه عشان ياخد التأمين. ده الهدف من العربيه الجديده غير العربيه المستعمله، والعربيه الجديده والمستعمله يعني العربيه الجديده الواحد بيبقى هي العبره من كلمه التحمل. العبره من كلمه التحمل هو ده، هو الحرص ان العميل. أيوة، يعني ايه نسبه التحمل المثلى اللي المفروض العميل يتحملها؟ هي بتبقى نيجوشيبل دايما بين العميل وبين شركه التامين. من كام لكام يعني؟ يعني ممكن من 10-20%. هو بيختار يعني، هو ممكن يختار النسبه الاعلى زي ما الاستاذ خالد بيقول، ممكن القسط بتاعه يقل شويه، لكن هو في الحقيقه احنا يهمنا يعني المسج الناس تاخدها دايما القيمه السوقيه بتاعت العربيه. طيب. هي اللي يامن عليها. ما هو معلش نتكلم على القيمه السوقيه. طب في العربيه الزيرو انا عارفه ومعايا الورق وعارف قيمه العربيه، في العربيه المستعمله كتير من شركات التامين بتغالي في اسعار العربيات المستعمله، وبالتالي لو 400 بقت 600 ولا 700 انا كمان لا احنا في ميكانيزم حضرتك معتمد، في ميكانيزم معتمد يعني انه في رانك شغال من خبره في السيارات في السوق بيبقى عندهم برايس ليستنج للعربيات المستعمله اب تو ديت، بنحدثها يمكن كل شهر، لان الحقيقه الدنيا سريعه جدا والوتيره سريعه جدا جدا، فبنحدث كل اسعار السيارات وقيمها يمكن شهري، واحنا كشركات تامين لو العربيه زادت خلال شهرين بنتحمل احنا الزياده عشان ما نعملش ازعاج للكلاينت
كل شويه كل يوم تعالى زود تعالى زود. لا احنا بس خلاص ايه الحاجه اللي يجب ان ناخد بالنا منها وما نعملهاش؟ يعني اول حاجه قلنا مبلغ التأمين، نأمن بقيمة العربية الحقيقية. اتنين ناخد بالنا من ايه؟ اتنين ان احنا وقت التأمين. ما بنعمل بلاغ الحادث نقول الحاجات اللي حصلت بالظبط كما حصلت بالظبط. يعني في بعض الناس بيجوا بسبب اي نصيحة من اي حد وهو بيقدم بلاغ الحادث، مثلا هي اتخبطت في الطريق، فبدل ما يقول انها اتخبطت وهي ماشية يقول دي اتخبطت وهي مركونة قدام البيت. احنا دلوقتي بنعرف الكلام ده، الخبراء والحاجات كتيره بتقدر تبين، وده بيفرق بصراحه. ده يا فندم بيعرضه ان هو ممكن يخسر قيمه التعويض اصلا، لان ده بيعتبر تدليس في البيانات. المفترض انه من البدايه بيجي يقول ادي الحادثه بتاعتي، ادي اللي حصل فيها تلفيات فعلا، ويوصف ده، ما يبصش انه هياخد تعويض كام من الشركه، انما يهمه انه يدي وصف دقيق للشركه، والشركه 100% هتحرص انها تدي له التعويض. احنا يمكن على غير المعتاد ان ينظر لشركات التامين انها بتتهرب من دفع التعويض، وفي الحقيقه ده مش حقيقي لان دي شغلتي. ليه انت اتفضل؟ عايز اقول حاجه مهمه جدا ولازم كلنا يعني نحذر منها كل العملاء، وخاصه البنوك اللي بتدي قروض للسيارات. العميل بياخد القرض علشان يشتري سياره، هو دافع ربع ثمن السياره، يوم يامن على الباقي من ثمن القرض. يعني هو ماشي واخد قرض بمليون جنيه، دافع 250 الف، يامن على العربيه ب 750. هو هنا بقى عايز يوفر في تكلفه القسط، في حين ان هو ما امنش صح، هو ما امنش لان هو مامن باقل من القيمه الحقيقيه للعربيه. لما بتحصل حادثه النهارده البنك اللي بياخد التعويض فبياخده يعتبر 75% من الكليم اللي بيحصل. فهنا مهم جدا ان القرض اللي بيتاخد لو كانت لو كان القرض بمليون مدفوع منه 250 يامن بالمليون، ما يامنش ب 750. استاذ علاء، ليه لما زمان كان لو انا قعدت سنه ما عملتش حوادث وما خدتش اي فلوس من التامين، السنه اللي بعدها بيحصل لي تخفيض في الفلوس اللي بدفعها؟ ده ما بقاش بيحصل. ما بقاش بيحصل لسبب، لان احنا زمان كان عندنا حاجه اسمها التعريفه او الاسعار اللي هي موحده لشركات التامين كلها، معتمده من هيئه الرقابه الماليه، كانت اسعار عاليه جدا الحقيقه. العربيات العاديه كانت بتامن في 5%، والكوري والياباني كان 6.25%، فكان عندنا مساحه ان احنا ندي خصومات نتيجه عدم وقوع حوادث. النهارده الحقيقه الاسعار التامين نزلت اكتر من 60% و70%. بدات من الخصومات من البدايه. طبعا نتيجه ان مصر وقعت على اتفاقيه الجات، ما بقاش ممكن ان احنا نحط تعريفه تاني، وبقت المنافسه حره، وبالتالي الاسعار نزلت بشكل كتير. معنى كده ان الخصومات واخدها العميل بشكل مقدم. يعني حضرتك كمان يمكن جزء مهم، الميزانيات بتاعتنا بالنسبه للسيارات ما فيش شركه بتحقق مكاسب تقريبا من السيارات، مارجنز قليله، يعني المارجن قليل جدا جدا، ولكن احنا مضطرين نعمله لانه دي واحده من الاشياء المهمه للبيزنس لاينز بتاعتنا. سريعا بقى، مصر للتامين يعني هتطرح امتى؟ المفروض هي من 32 شركه اللي من فبراير الماضي، احنا منتظرين داخلين في احنا في سنه داخلين دلوقتي. طبعا حضرتك عارفه انه قرارات الطرح في لجنه عليا موجوده هي اللي بتهندل الامر ده وبتتكلم فيه بشكل دائم. احنا دورنا في الشركات ان احنا بنحضر نفسنا، بنعلي قيمه الشركات اللي موجوده فيها، بنحسن الاداء الداخلي، بنعد الشركه ان وقت الطرح تجيب اعلى قيمه ممكنه للدوله باذن الله تعالى. أنا بس عندي خبر عاجل لازم أقوله دلوقتي، أنه نقلا عن القاهرة الإخبارية، مصادر أمنية قالت أن القوات المصرية قد أحبطت محاولة لتهريب المخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية جنوب معبر العوجة. كانت هناك اشتباكات، تم القبض على 6 من المهربين. إذا نقلا عن القاهرة الإخبارية، اشتباكات جنوب معبر العوجة بين القوات المصرية، قوات الأمن المصرية وعدد من المهربين، مهربي المخدرات، ودي طبعا على معبر العوجة لو أنتوا فاكرين، عند الحدود المصرية جنوب معبر العوجة، يعني قرب كده معبر كرم أبو سالم، ده عند على الحدود المصرية إسرائيلية. تم القبض على 6 من المهربين، وأنها كانت محاولة لتهريب المخدرات، وتم القبض على 6 من المهربين. أنا بشكركم شكرا جزيلا للسادة الضيوف، وأتمنى أن الناس أكتر تأمن، أن أنتوا كمان تعملوا تسويق أكتر لقصة التأمين. التأمين مهم يا جماعة، وحسب على الحياة، على الممتلكات، على السيارات في المقام الأساسي. أنا عارفة أنه الأسعار زادت
زادت، لكن التأمين هو حمايتك، خط حمايتك من زيادة الأسعار ومن الخسائر اللي ممكن تصيبنا. بشكركم شكرا جزيلا، وبشكركم أعزائي المشاهدين. غدا نتقابل، وغدا حوارنا مع الدكتور محمد الشتي رئيس الوزراء الفلسطيني. هذه لميس الحديد، اصبحوا على خير.